سيكون اليوم تاريخيا لنجم وسط الأهلي حسام عاشور، حيث يحتفل فيه بعيد ميلاده 28 ويكمل في الوقت ذاته 100 مباراة مع ناديه في البطولات الإفريقية المختلفة. ولد عاشور في 9 مارس عام 86، وبدأ مشاركاته الدولية مع الأهلي بداية من لقاء أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال عام 2005، وفاز الأهلي بهدفين دون رد. ومن يومها حجز لنفسه مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية للفريق، واستحق لقب الجندي المجهول بجدارة. مشاركات نجم الارتكاز الذي عرف طريقه لمنتخب مصر في العام الماضي مع الأمريكي بوب برادلي لم تكن على مستوى الكم فقط، بل توج خلالها بعشرة ألقاب كاملة، نصفها في دوري الأبطال والنصف الآخر في السوبر الذي حققه مع زملائه للمرة الخامسة في 20 فبراير الماضي، وذلك على حساب الصفاقسي التونسي. النجم الأسمر صار رابع لاعب من القلعة الحمراء ينال هذا الشرف بعد زميله الحالي وائل جمعة الذي خاض 110 مباراة جميعها مع الأهلي، وزميليه السابقين عصام الحضري وشادي محمد اللذان خاضا 105 و100 مباراة على الترتيب.